يا كلاسمين ما اعرفك ما اعرفك جود يا جود ما جرنيت يا الجود عن شجرة انقضت فيها 12 عود. نعم لما اذا تبغى مال هود هود هنا عند هذا لك سد ايدك ند ايدك حاجز ايدك ترتيب شيب القدامى ذيلا ايدك عين دعقت باز الشمس عند مغيب اعطيه ما تبي هو الراعي بسرح الراعي به والذيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. كيف حالك؟ الحمد لله. انت بخير؟ خير بنعم. خير ماشي؟ ماشي مصيري. يقول لك ياكل السمين ايش تكملته؟ ياكل السمين؟ ما اعرف. يقول لك ياكل السمين؟ ياكل السمين؟ ما ايش تكملته؟ ما اعرف. ياكل السمين الله يسلم حالك السمين يعني يكون مثل يكون برا مضروب ياكل زين ايش تكملته؟ تعبان السمك لا ياكل السمين يطلع هزيل ياكل السمين؟ يطلع هزيل على كم الواحد؟ الواحد اللي عليها وحالنا احنا؟ حالكم انتوا 30 زين يقول لك ياكل السمين؟ ياكل السمين في صبحين هزيل وتصبح هزيل تاكل تصبح سمين وتمزي هزيل ياكل السمين؟ لا ياكل هزيل ياكل السمين ايش يستوي ويا عبار يا عبار يا عبار يا عبار شل سلامي على الحبايب يا عبار يا عبار هود هود هذا اللي يميز سلطنة عمان تنوع تضاريسها الجغرافية احنا في محوطة الحين بحر والحين وين بس شوفوا بروحكم وين كان الجود تبلي يا ربي القوي اللي لعبي فلا ويدور لعبر عضي وسط مربوع قالوا بعيدوا وقلت مجبور بمشي ولوتوا وتعمل طياها يقول لك ياكل سمين ايش تكملته؟ ياكل سمين ويلهوها هزيل ياكل الذيب ياكل الذيب الذيب نعم الذيب ياكل السمين ينقي السمين الذيب ما ياكل الهزيل الضيب ما حد ياكله الذيب نعم ياكل السمين يترك الهزيل
يقول لك ياكله سمين ايش تكملته؟ ها؟ ياكله سمين ايش تكملته؟ ياكله سمين ايش تكملته؟ انا عارفي ما اعرف لك سمين السمين ياكل هزيل بيكون. يقول لك ياكله سمين احلف يمين علي وايش؟ لان احلف يمين. يحلف؟ يمين. قربت. يحلف يمين او يحلف عنه؟ يمين. ولي؟ عنه يمين او عنه 100 يمين. ياكل سمين؟ يحلف عنه 100 يمين. انت فزتي معنا بجائزه نقديه مقدمه من تلفزيون سلطنة عمان برنامج هدهد، تستاهلي، تفضلي. وقام شد لي حمرة الدبية تشبه شرار مدماني حلوة تمسد وعربية حلوة المعارف واللذانية. سمعتوا بكم الجواب، قال لك ياكل السمين ويحلف عنه 100 يمين. ياكل سمين ويحلف عنه 100 يمين. زين هذا طاح باب مثل ما يقولوا، طاح بابه وعرفناه. لكن هيش اللي اذا طبخته افترق، اذا شويته احترق. انا اقول لك اياها بعرف. لما اذا تبغى مال هدهد هنا عند هذا الشياب القدامى ذيلا. إذا طبخته افترق، وإذا شويته احترق. هاي سمك. شويته دي سمك. أول ما قالوا هذا ربيعك اللي بيزافنك، قلنا لفلان عيب يول، قال يول انت، قلت إن شاء الله. تميت أنا كاني فارس بن همام، صفقت السيف هناك على الترس ويته بطل ذيك الصرخة. والثانية والثالثة له جاح وين مستقر عنه، وساعة المعارك بيني وبينه، واللي واحد متشوف السيف يمين وسيف يسار وسيف قلبه، وتسوي لها النمونة وتسوي لها النمونة وتقلب. ها 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 ها. افك اللثم عليه مرة. تحيد تحيد واد الحوقين. اها اها يوم الفن والفنون تطيح هناك. تحيد برنامج مناديس. الله أكبر. يبناك أول حلقة. ما أحد رقى ذيك يلمسيل، وما أحد رقى ليجي المسيل والسما تلا حين وطوارج السما تلا حين وطوارج اللي يسافر ولا يناي ولا يعد ساع. وصيدنا من العومة وفلوسها مضمومة، هذه ابناها. كيف شلتنا الله؟ هذه الواصيدنا من البرية وفلوسه حرية، وصيدنا مي العومة وفلوسه مضمومة. من هذه ومثاله وتشحشح وتشحشح هذاك عاد لب الهوى. غرمان؟ كيف ما غرمان، وكيف ما أقول، وكيف ما هزز رأسي، وكيف ما أغلق أبي، وكيف ما أتلون يمين ويسار، وخلي الذي يشوفني محتار. يقول تشحشح، يقول دانيت يوم كل من يداني، دانيت يوم كل من يداني، أرض الصبخ ما ينور فيه لو تسمدوها بزعفراني. دانيت أنتو في غفلة يا المحبين، وأنا حبي عذب يا الأسمراني، يا العيد طلعت الضخاير ذكرتني بلبس الزماني. الأول يحبني من فواده وبا يستوي لي عود حاني، لازم بزور قصر الحبيب لأن عشت وبقاني الزماني. دانيت يوم كايل ميداني يودان دان يودان دان يودان دان يودان دان ودان اللي دان. بقول يا الله يا الله مني
ويد وغير عامه يا ظامن ويد وغير عامه دعانيت يوم قيل من يداني دعانيت يوم قيل من يداني عارض الصباح ما ينور فيه لو تسمدو بزعفراني لو تسمدوها بزعفراني. أقول الوالد من زمان تزفن؟ نعم من سنين وأيام أزفن بالسيف ويوم زمان زماني الحين لا الحين مثل ما قال يقول أشكي وشاكي دائما طول الزمن وأشكي ريولي ولا طاع المرض بيغيب ناوي أسافر بامكلة واليمن لا فادنا الراجي ولا دختر طبيب. زين وقول السعدي ايش تبى من من, من الكلام؟ اقول كيف اول متزفن يوم في 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 في, في الرزحه كان اول خبرني. يا ما غليت السيف والقفت التقى واليوم عادت دمعتي تحت تركون اليوم عادت دمعتي تحت تركون يا ما غليت السيف ها والقفت التقى لا لا يا لا لي ويا لا لي لا لي لا لي لا لي ويا لا لي لا لي لا لي لا لي ويا لا لي لا لا لي لا لي ويا لا لي سيدي قابوس ربي يدومك نور الدولة وزاد النوار نور الدولة وزاد النوار سيدي قابوس ربي يدومك نور الدولة وزاد النوار على الطيب من الطيب والسلام من الشاء وغالين حيب ويلعوب يلعوب لما إذا تبغى مال هود هود هنا عند هذا لك سد إلك ند إلك حاجز إلك ترتيب شيب القدامة ذيلا إلك عين داقة باز الشمس عند مغيب أطيه ما تبي هو الراعي بسرح الراعي به والذيب يقول أقود يا قود ما زرني ديار القود عن شجرة أنقضت فيها 12 عود مثمورها الزين كمثمورها المنقود كل من ثمر عود ثمر فيه 7 ورقات في الشرق والغرب كنا بعيد مفترقات هين الذي يطلع الناجي من الغرقات وهين الذي يعيش كيف في ظلمة ورعود يقول كم من في كم من لي غتر بهذا الدهر لي بارزوا عنتر صبحه متلومين تراني بلسعك لسعة فاعي فالظهر خلف لك سموم شاعله مثل الوهيج قال يا كاتب الأحرف اكتب حرف النظيم كتبت بصيري من ديوادين العقل ويا قاري في المصاحف ثبت في العزيم خلي عضاك مصاحة ويكفيني السهل. زي الوالد يقول لك شيء إذا طبخته افترق إذا شويته احترق إذا طبخته افترق إذا شويته احترق وش هذا؟ نفكر فيه بعد نشوف شوف مني مني مخبالي نشوف نكر من رأسي هذا القرع القرع الوعى القرع هي هذا حسميه قرع حسميه وعى القرع القرع اجابتك الوالد صحيحه من اسمك بالخير حمد بن خمس بن حمد الحيائي والنعم الوالد حمد هي. فزت معنا بجائزه نقديه مقدمه تلفزيون سلطنه عمان برنامج هود هود تستاهل صفقه له قود يا قود ما زرني ديار القود عن شجرة أنقضت فيها 12 عود يا ما غليت السيف والقفت التقى واليوم عادت دمعتي تحت تركون لما إذا تبغى مال هود هود هنا عند هذا لك سد إلك ند إلك حاجز إلك ترتيب شيب قدامة ذيلا إلك عين داقة باز الشمس عند مغيب أطيه لازم بزور قصر الحبيب لأن عشت وبقى للزماني